بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ونشرة أخبار جديدة تأتيكم من قناة النادي الأهلي. عندنا أخبار كتيرة جدا ومهمة جدا، ولكن نبدأ مع أول أخبارنا. نادي الأهلي بينعي والدة الكابتن محرم الراغب مدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي. النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة كابتن محمود الخطيب بينعوا طبعا وفاة والدة الكابتن محرم الراغب. ربنا يا رب يرحمها ويغفر لها ويهدي كل الأسرة الصبر والسلوان. وطبعا كان في بيان أن تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وأدخلها فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون. ده كان حاجة مهمة جدا. نادي الأهلي دائما وأبدا في هذه المواقف سباق بالنعي. نروح لتمرين النادي الأهلي اللي ابتدى يخش في مرحلة فترة الإعداد. كابتن محمد يوسف، كابتن سامي أمصان والجهاز الفني للنادي الأهلي اللي ابتدوا يخشوا في مرحلة فترة الإعداد. الكابتن محمد يوسف كان قرار صائب من لجنة الكورة تعيينه في هذا المنصب لأنه عنده خبرات كبيرة جدا في الناحية التدريبية وقاد الفريق قبل كده في دوري أبطال أفريقيا وكان حصل عليها، وأيضا يعني كان له فترة من الفترات أيضا في كمدرب عام، فعنده خبرة ودراية بأغلبية النجوم وفي نفس الوقت في بداية هذا الأمر حتى يأتي المدير الفني الأجنبي. النهاردة جه جونيور أجاييه لأن في اجتماع الآن للجنة الكرة في النادي الأهلي، وأبرز الحاجات اللي في دماغ أو اللي ممكن تصدر عن لجنة الكرة في النادي الأهلي هم ثلاث حاجات. أول حاجة ان اغلبيه اللعيبه النجوم المعارين اللي زي مؤمن زكريا اللي حضراتكم شايفينه يظهر حسام عاشور في الكادر هيبقى باقي، وفي نيه او اتجاه لعدم اعارته مره ثانيه. مؤمن من اللعيبه المهمه جدا 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 ومن اذكى اللعيبه اللي موجوده في الكره المصريه، لانه من اللعيبه القليله اللي بيعرف يجري ورا الديفنسه دي. مؤمن هو يظهر في الكادر مع وليد سليمان وبيعرف يجيب اجوان، ومن اللعيبه الهدافين، وده من الاشياء المميزه جدا الكابتن محمد يوسف مع حسام عاشور والكابتن سمير عدلي. الحاجه الثانيه ان الثلاثي الاجنبي اللي من ضمنهم جونيور اجاييه وليد ازارو ومعلول هيكونوا اتجاه ايضا كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي. ادي محمد هاني برضو من اللعيبه الجمال بيظهر في الكادر، هيكونوا في نيه اتجاه ليه ان هم يكونوا باقيين مع النادي الاهلي في الموسم المقبل. والكلام اللي ما بين الكابتن محمد يوسف وما بين مؤمن بيدي لك انطباعات كتيره جدا. دايما المدير الفني الصح اللي بيشرح للاعيب مهما كان حجمه سواء لعيب صغير او لعيب كبير يشرح له الخطه رايحه فين، يبقى دايما اللعيب عنده درايه ماذا سيحدث في المرحله القادمه، احنا هنشتغل ازاي. دايما اللعيب ما بيبقاش بيحبه خاصه لما بيوصل لمرحله نجوميه عاليه، ما تفاجئوش، اديله الشغل بتاعك، شغلك رايح فين، انت هتعمل ايه الفتره دي، انا محتاج منك الشغل الفلاني الفتره دي، احنا هنعمل كذا، بحيث ان هو يبقى نازل فاهم ودارس وعارف ايه المتطلبات اللي موجوده. وده من الحاجات اللي موجوده اهو ما بين حوار الكابتن محمد يوسف وما بين الكابتن طبعا مؤمن زكريا، انه بيشرح له احنا هنشتغل ازاي وانك الفتره اللي جايه ديت هتكون موجود معانا، احنا محتاجينك. كل هذا الامر مهم جدا ان اللاعب يحس ويعرف شغله ماشي ازاي. وادي فقره من تدريبات النادي الاهلي وبدايه التسخين والاحماء بالكره، وده من الحاجات اللي في التقدم الكبير لكره القدم، انك دايما كل حاجه التسخين بيبقى بالكره. كنت بقول لحضراتكم ان الثلاثي وليد ازارو جونيور اجاييه اللي ابتدى ينتظم في تمرين اليوم مع النادي الاهلي في بدايه فتره الاعداد، ايضا وليد ازارو الهداف الدوري والمهاجم المغربي اللي لم ينضم لمنتخب المغرب ايضا هيكون موجود، بالاضافه الى معلول اللي بيشارك مع منتخب تونس في اتجاه كتير كبير جدا داخل لجنه الكره ان هم يكونوا موجودين هذا الموسم، لان النادي الاهلي عنده بطولات كتير جدا مهمه سواء دوري عام سواء دوري ابطال افريقيا سواء كاس مصر سواء كاس سوبر، والنادي الاهلي دائما وابدا بيلعب على حصد هذه البطولات فمحتاج كل نجوم. هشام محمد اللي بيستلم الكوره اهو وبيلعب في وسط الملعب ايضا في اتجاه داخل لجنه الكوره لبقائه وعدم رحيله، لان هشام كاي من اللاعبين لم يشارك كثيرا في الموسم الماضي، فكان يعني
نيته ان هو عايز يلعب، وكان في كلام انه هل هيرحل هل هيبقى، ولكن في اتجاه ايضا داخل لجنه الكوره ببقاء هشام محمد في الموسم المقبل. كل ده من الامور اللي موجوده، واحنا لسه طبعا بنتابع مع حضراتكم قرارات لجنه الكوره اللي بتجتمع اليوم، ومن الممكن ان يكون فيها من هو اسم المدير الفني الجديد للنادي الاهلي اللي بيتم دراسته بمنتهى التقنيه، وحته التقنيه دي نحط تحتيها مليون خط، لان في ناس بالنسبه لها ان انا اجيب مدرب كاني بنزل اروح السوبر ماركت او اروح مول واخش المحل الفلاني واجيب الحاجه اللي انا عايزها بمنتهى السهوله. الكلام ده مش صح. النادي الاهلي مختلف فيه حاجات كتير جدا عن باقي الانديه، لان انت غير انك مطالب انك تلعب على الفوز في كل الماتشات، وده امر حتى المدربين الكبار، واحد زي مارتن يول، واحد درب اياكس امستردام، واحد درب توتنهام في الدوري الانجليزي، بيقول لك النادي الاهلي صعب جدا انك تبقى المدير الفني بتاع، لانك دائما مطالب بالفوز في جميع مبارياتك مهما كنت انت بتلعب في اي بطوله، وده امر صعب. الحاجه الثانيه ان انت لازم تادي اداء مقنع واداء ممتع، اداء هجومي. كل هذه الامور بتبقى في اذهان لجنه الكره عشان يتم انتقاء مدير فني. ده اللاعب احمد علاء المنتقل حديثا من فريق الداخليه للنادي الاهلي، واحد من الاضافات المهمه في مركز قلب الدفاع، ومن الحاجات اللي ان شاء الله يكون لها مستقبل جيد مع النادي الاهلي والقلعه، عشان النادي الاهلي عنده حاجات مهمه جدا في هذا الموسم، تحديات كبيره جدا، لان المدرب القادم وهياخد فرقه محققه ارقام قياسيه الموسم الماضي، هياخد فرقه دايما بتلعب على البطولات، فلازم يعمل هذا التوازن، والتوازن في كره القدم من اصعب الحاجات، لان مقوله ان اي حد يمسك النادي الاهلي ده امر غير صحيح. النادي الاهلي هو اكبر نادي في الوطن العربي، واكبر نادي في افريقيا، واكبر نادي في مصر. صعب جدا، لازم يكون مدير فني على قد المستوى. النادي الاهلي بيكمل تدريباته زي ما حضراتكم شايفين، واستعداده للموسم الجديد. التدريبات انا عايز اقول لحضراتكم عشان تبقوا في الصوره، ان الحمل بيبقى بالتدريج، لان اللعيبه جايه من فتره راحه، وفتره الراحه وفي فتره صيام، وفتره الصيام لما بيكون فيها قرص وانت عندك اصلا ارتباطات مهمه في شهر رمضان، فممكن يبقى عندك اصابات، ف بيبقى برضو بياخد كابتن محمد يوسف خبرته الكبيرة في كرة القدم. أنا عايز أقول لحضراتكم أن كابتن محمد يوسف ما شاء الله واخد لايسنس من ألمانيا في التدريب، ومن جامعة لايبسيك، ودي من أهم الجامعات وأقواها في ألمانيا وعلى مستوى العالم، فعنده درايات جميلة جدا، ومن المدربين اللي أنت تحب تسمعهم وتشوف آرائهم وفلسفتهم في كرة القدم، لأن دايما بيطور من نفسه، وأي حد بيطور وبيتعلم ده انتظر منه الشغل القوي. نفس الشيء بالنسبة لكابتن سامي قمصان، واحد من نجوم النادي الأهلي اللي أيضا كان بيأدي أداء رائع مع فريق حرس الحدود، ووصل بيهم أن هم يصعدوا للدوري الممتاز، ودخل في الجهاز الفني مع النادي الأهلي. وكابتن سامي برضو من جميلة جدا في كرة القدم. بالنسبة لبعض من الناس يقول لك درامي بقاله كتير جدا غايب، التأني في موضوع الإصابات، وخاصة لما تبقى إصابات متكررة، بالذات إصابة رامي ربيعة تحتاج إلى التأني. صراحة برضو بحيي لجنة الكرة ومجلس إدارة النادي الأهلي إنه هيسمحوا له إنه هو يسافر ألمانيا لمتابعة وضع حالته ووضع إصابته في ألمانيا مع الطبيب المعالج هناك، عشان يكون واخد راحته واخد أسلوبه، زي ما حصل مع مروان محسن بالظبط. مروان خد 9 شهور يمكن أكتر في موضوع الرباط الصليبي، وكان في ناس تقول لك ده رمضان ده مروان عفوا إصابته مزمنة، وإن الموضوع أصبح فيه مشكلة وفي كمان بقى، وإحنا بنحب نفتي كتير، لأن ولا حد فينا دارس، ولا حد فينا حتى استشار الطبيب المعالج، ولا فهم أي حاجة عن الموضوع، وهو بيتكلم وخلاص، أو حد لعب له 2 سنين كورة أو 3 سنين أو مهما كان لعب في الكورة، فبيفتكر نفسه أنه فاكر كل حاجة في كرة القدم من غير ما بيسأل ومن غير ما بيستشير، فيبتدي يفتكر نفسه دكتور ويقول كلام زي ما هو عايز، والكلام ده كله طلع غلط، وكلام الطبيب الألماني هو اللي صح. وبسم الله ما شاء الله حضراتكم شايفين أن مروان محسن دلوقتي مع منتخب مصر. نفس الشيء بالنسبة لرامي ربيعة، واخد وقته في التأهيل عشان ينزل يكون جاهز، خاصة أن موضوع إصابته كان
الى حد ما في تسرع في عودته، فكان بيحاول ان هو ينزل على طول ولكن واخد وقته. واحنا برضو عشان نعرف تفاصيل اكتر عن التمرين النادي الاهلي معانا زميلنا كريم احمد من مران النادي الاهلي. مساء الخير يا كريم، كل سنه وانت طيب. تحياتي ليك يا زميلي محمد، كل سنه وانت طيب، وتحياتي ليك وتحياتي كل الساده المشاهدين. عايز اعرف منك اخبار تدريبات النادي الاهلي واستعداداته مع الكابتن محمد يوسف. استعدادات اكيد مرتفعه بالنسبه للنادي الاهلي باستعداد الكابتن محمد يوسف. كالعاده النادي الاهلي بيستأنف تدريباته على ملعب مختار السيتش ضمن استعدادات الموسم الجديد، وايضا كمان المباراه القادمه المباراه الافريقيه مباراه تاون شيب اللي بيتمنى كل التوفيق اكيد للنادي الاهلي في هذه المباراه. النهارده يمكن باكد على كلامك، الحمل التدريبي للكابتن محمد يوسف كان وضع برنامج مميز جدا في ظل طبعا فتره الغياب اللي فاتت بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، ما كانش في وقت تدريبات بشكل دائم وبشكل مستمر. من خلال متابعتنا خلال التدريبات الماضيه الايام الماضيه للكابتن محمد يوسف بيحاول ان هو يعمل بعض الفترات رفع معدلات اللياقه البدنيه، لكن في اضيق الحدود، ما بتاخدش وقت كبير، بنشوف 25 دقيقه 20 دقيقه فيها بعض الجري بعض الاستفزاز بعض الحواجز بالنسبه للاعبين. واللعيبه يمكن زي ما بنقول لعيبه مركزه، اللعيبه باين جدا ان هم عايزين يعملوا موسم مميز، موسم جيد جدا فيه جديه في تدريبات. يمكن بنشوف التقسيمه حتى يمكن رغم قله العدد عدم مشاركه اللعيبه المنتخب الوطني، لكن بنشوف كل اللعيبه اللي متواجده في جديه في حماس وفي تركيز كبير جدا، وده اللي اكيد منتظرينه من النادي الاهلي ومن كل لعيبه النادي الاهلي. اكد كمان على رامي ربيعه بجانب باسم علي بيأدوا ايضا كمان تدريبات التاهيليه، طبعا ان شاء الله يكتمل شفائهم خلال الفتره القادمه، لكن مش متواجدين في الملعب. طب هم ادوا في الجيم كريم سامعني، هم ادوا في الجيم في صاله الجيم بعض التدريبات؟ بالظبط، لسه اطلعت بعض في الجيم في بعض التدريبات اللي بيأديها رامي و باسم علي. وفي اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي يمكن لسه شايفين باسم علي بيطلع من غرف قلع الملابس، طبعا قلع الملابس طبعا نجوم فريق النادي الاهلي النهارده شايفينه في المران، لكن مش بيشارك في التدريبات. كريم عايز اسالك عن يعني انطباعك كده من دخول جونيور لتمريرات النادي الاهلي، وجونيور انت عارف لعيب كان مرشح انه يكون في كاس عالم ولم يتم استدعائه، فاكيد هل دي مأثره عليه شكله يعني تعامله مع الزمايل؟ عايزين طبعا نعرف كل هذه الانطباعات والجمهور مستني. اكيد طبعا زميلي محمد بيبقى ليها تاثير كبير، حلم لكل لعيب سواء في اي منتخب يكون متواجد، اكيد مؤثر على جونيور اجاي لان جونيور كان ليه تاثير كبير جدا مع النادي الاهلي زي ما انتم عارفين من تابعنا الموسم الماضي، كان ليه تاثير كبير، كان ظاهر بشكل مميز، كنا عندنا كمان يمكن امل ان احنا نشوفه في منتخب نيجيريا لان الاداء اللي كان بيأديه جونيور والتركيز اللي كان مركزه كان عنده فصل تام ان هو يركز فقط مع النادي الاهلي، ودي حقيقه حاجه تحسب لجونيور اجاي. اكيد باين طبعا على وشه ان هو طبعا كان بيتمنى ان هو يبقى موجود، كمان الاصابه اللي كان اللي عند جونيور اجاي العضله الخلفيه سوء توفيق شويه او بدلك بيقابله، لكن يمكن جونيور من اللعيبه المميزه، اللعيبه اللي عندهم فكر كبير، عنده نضج وكروي كبير كمان، فاكيد خلاص عنده الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي هيحاول ان هو يطلع من الاصابه، يستمر في التدريبات التأهيل الموضوع ليه ان هو يطلع من الاصابه. لكن بقول لك النهارده يمكن مع كابتن طارق عبد العزيز في التأهيل جونيور اجاي متواجد، هيتعمل له تست طبي قبل ما ينزل على ملعب السيتش، لكن اكيد مش هيشارك في التدريبات الجماعيه، لسه عنده بعض الايام للجري وبعض الجلسات الالتراسونيك على العضله الخلفيه، لكن يعني هو في مراحل متقدمه ان احنا شايفين الجري، يمكن الجري 50% 60%، انت عارف انه بيبقى في مزق في الخلفيه او شد تدريجيا من 20% حتى ان هو يصل ل 80%، لكن شايفين الجري بتاعت ابيه فيها مبشر وفيها ايجابيه ان الفتره اللي جايه يكون متواجد في اقرب وقت ان شاء الله مع النادي الاهلي، بجانب زي ما بقول لك باسم علي اللي متواجد ايضا بيشارك في بعض التدريبات التاهيليه. طيب كريم عايز اسالك عن كمان في التدريب عمرو السوليه، عمرو السوليه عمرو السوليه موجود. اتفضل يا زميلي محمد. عايز اسالك عن انتظام مؤمن زكريا وايضا احمد الشيخ بالنسبه لناصر ماهر، لعيبه كانت معاره ورجعت مره تانية، فناخدهم بالتسلسل. مؤمن زكريا احنا شايفين هو احمد الشيخ الامور عاديه جدا وسلسه، وفي حتى يعني بسمه على وجوههم هم في التمرين. بالظبط، باكد على الكلام زميلي محمد، مؤمن واحمد الشيخ يمكن عندهم اصرار كبير وقفلوا خلاص الصفحه بتاعت قويل الاحتراف وعود الاحتراف حيث ما يكون فقط في النادي الاهلي ومع النادي الاهلي في المشوار الافريقي وايضا في الموسم الجديد. دي طبعا انت عارف حلم ان اي لعيب يكون متواجد في النادي الاهلي سواء اعاره سواء يكون جاي وافد جديد على النادي الاهلي. مؤمن زكريا مش جديد على النادي الاهلي، احمد مش جديد على النادي الاهلي، عندهم
تركيز وعندهم عزيمه ان شاء الله ان هم يبقوا متواجدين وباين في تدريبات مفيش يمكن دي مفيش اكيد بيبقى في بعض الامور اللعيبه بتبقى عايز تحترف وتبقى عايز تطلع وكده، لكن خلاص مجرد ان هم دخلوا النادي الاهلي ولبسوا تيشيرت النادي الاهلي خلاص كل الجهد وكل العرق ان شاء الله يكون للنادي الاهلي. لكن باكد لك ان مؤمن واحمد الشيخ وناصر ماهر عندهم تركيز كبير في التدريبات. هل ناصر اتمرن مع الفرقه ولا اتمرن منفرد؟ عفوا زميلي محمد، هل اتمرن مع الفريق عادي ولا اتمرن بشكل منفرد ناصر ماهر؟ ناصر ماهر بيجري بشكل منفرد، يمكن قد كمان تدريب الامس بشكل منفرد. ناصر عنده بعض الاجهاد واشتكى منه مع كابتن محمد يوسف، زي ما بقول لك ناصر وقضيه وباسم علي ورامي ربيعه كان هم الرباعي اللي بيجروا حوالين الملعب في بعض التدريبات التاليه، شايفينهم مش لابسين السترزات لابسين جزم فلات، فاكيد طبعا مش هيبقى اي مشاركه في التدريبات. كابتن محمد يوسف في هذه اللحظات بيعمل بعض السفرات البدنيه مع الكوره، يمكن بيحاول ان هو يدخل الكوره مع بعض التدريبات البدنيه عن طريق الزجزاج وعن طريق الجري سبرنت بالكوره في بعض الحمى. بقول لك سفرات تدريبيه متنوعه مع كابتن محمد يوسف، الصعود بالحمل التدريبي واحده واحده ان شاء الله، لسه كمان بعد العيد هيكون في تركيز كبير ان شاء الله مع النادي الاهلي في معسكره الخارجي اللي بنتمنى يكون في استفاده كبيره جدا من كل اللاعبين وايضا تمام. كريم، عايز اسالك عن اللاعب طبعا المنضم حديثا احمد علاء، وايضا انا شايف قدامي ان في بعض من اللعيبه الشباب استعان بيهم الكابتن محمد يوسف في تمرينه النادي الاهلي. بالفعل احمد علاء متواجد في التدريبات، يمكن زي ما بقول لك النقص العددي اللي متواجد مع فريق النادي الاهلي، كان في استعانه مع كابتن فتحي مبروك كابتن محمد يوسف، كابتن فتحي طبعا رئيس قطاع الناشئين، مع كابتن محمد يوسف بالترشيح لبعض الاسماء اللي هي تكون متواجده لسد الفراغ. طبعا العدد قليل بيبقى بيأثر شويه على التقسيمه، بيأثر شويه على بعض التدريبات، لكن بقول لك اللعيبه مركزه، اللعيبه كمان الصاعد المتواجده لعيبه طبعا مميزه جدا، وزي ما باكد كمان الامور كلها ماشيه بشكل طيب مع النادي الاهلي مع لعيبه النادي الاهلي، الكل مركز. زميلي محمد زي ما بنقول الفتره القادمه فتره مهمه جدا للنادي الاهلي خلال مشواره في البطوله الافريقيه وايضا كمان انطلاق للموسم الجديد. هل في كلام كريم عن موضوع كاس العالم ومنتخب مصر ومثلا اصابه؟ هل اللي سمعت من اللعيبه بعض من هذه الحوارات؟ اكيد لا يعلو يعني صوت الا صوت كاس العالم الان يعني. بالفعل طبعا يمكن كاس العالم كلنا بنتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني، المباريات يمكن مباريات قويه زي ما احنا عارفين، كل الاحاديث هنا بالنسبه للعيبه بالنسبه للجهاز الفني اعضاء النادي الاهلي الكل يمكن الحديث كله عن كاس العالم، مباراتنا الاولى، الاداء عامل ازاي هنقدر نتعامل مع المباريات، الناس بتتابع بشكل كبير واللعيبه بتفضل متابعه وصول المنتخب. دلوقتي هذه الايام هو منتخبنا الوطني، ومن خلالك اكيد زي ما بنقول ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا يؤدي اداء مميز بسعاده منتخبنا الوطني. زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من داخل تمرين النادي الاهلي في التتش، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الصراحه القيمه، نقل لنا حاله التمرين، حاله اللعيبه، تفكير الكابتن محمد يوسف في المرحله القادمه، الشغل اللي بيحصل في الملعب، كل ما يشمل تدريبة النادي الأهلي نقله لنا كريم، بنشكره شكرا جزيلا. خلينا نروح لخبر من الأخبار الجميلة اللي دايما بتحس إنها بتقرب الناس، ختام دورة عائلة الأهلي الرمضانية اللي كان بينظمها النادي الأهلي ومجلس إدارته، ودي من الحاجات اللي دايما بتلم الشمل، دايما بتبقى أنت في شهر رمضان بتشوف عيلتك، بيبقى ممكن إن أنت بتبقى في بعض الامور عندك شغل في الايام العاديه، ولكن في رمضان بتشوف العيله، دايما بيبقى رمضان بيقرب الناس، وده اللي الصراحه مجلس اداره النادي الاهلي حطه في الاذهان ايضا، واشتغل على موضوع دوره عائله الاهلي عشان تبتدي الامور داخل النادي الاهلي، الاعضاء بتتقارب، مجلس الاداره بيخش ايضا في هذه الانشطه مع الجماهير، الدنيا بتبقى جميله واجواء جميله داخل النادي الاهلي اللي كل دوراته صراحه السنه دي كانت على اعلى مستوى. خلينا نتكلم ان يومها الختامي في مساء امس احد المباريات الختاميه العديد من المراحل العمريه مع توزيع الكؤوس وسط حشد كبير من اعضاء النادي اللي حرصوا على متابعه اليوم الختامي، كانت الدوره على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. مرحله البراعم هم مقسمين الدوره لكذا مرحله من البراعم حتى الكبار، فريق المارد الاحمر يعني حتى الاسامي اللي هم
مسمينها حتى على اسم النادي الاهلي بالمركز الاول، بينما حصل فريق تشامبيونز على المركز الثاني، بينما جاء فريق تربو في المركز الثالث، والثلاث اسماء تليق على النادي الاهلي. فدي حاجه من الحاجات اللي جميله اللي بتبقى دايما الناس بتفكر فيها. ومنافسات بقى مرحله الناشئين، مباريات قويه جدا، وتوج بلقبها فريق الاسطوره، بينما جاء فريق هيما في المركز الثاني، وحصل فريق الملوك على المركز الثالث. مرحله الشباب المركز الاول فريق ليفربول، بينما جاء فريق تانجو في المركز الثاني، وفريق الاسطوره ثالث. مرحله بقى فوق 29 سنه فاز بالمركز الاول فريق اورنج، بينما حل فريق برشلونه في المركز الثاني، وفريق توفيق حصل على المركز الثالث، وتوزيع الميداليات على الفرق الثلاثه الاولى لكل مرحله. كان في ايضا توزيع للهدافين وافضل لاعب وحارس مرمى، يعني الدوره تحس ان انت في بطوله رسميه. في مرحله الناشئين يوسف اسماعيل من فريق هيما على لقب افضل لاعب، وحصل عبد الله فوزي من فريق الاسطوره على لقب افضل حارس مرمى، بينما حصل زميله عمرو محمد على لقب الهداف برصيد 10 اهداف. ومرحله الشباب فاز احمد عبد العظيم من فريق ليفربول بلقب افضل لاعب، بينما نال احمد عصام على لقب افضل حارس مرمى، وعمرو مصطفى من فريق الاسطوره خد الهداف وجاب 16 هدف. ده حاجه جميله جدا. اما فوق بقى 29 سنه فاز بلقب افضل لاعب صالح محمود من فريق اورنج، بينما حصل زميله حازم صلاح على لقب حارس مرمى، وتوج خالد حمدي من فريق توفيق بلقب هداف برصيد 8 اهداف. ويعني ادينا بقى بنقول الاسماء عشان الناس كلها تبقى مبسوطه وتحس بقى انها كده ايه اجتهدت وبتاخد حقها كمان في وسائل الاعلام. مهندس خالد مرتجي والاستاذ ابراهيم الكفراوي والاستاذ طارق انديل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، والاستاذ محمد مرجان مدير التنفيذي، كابتن عبد العزيز عبد الشافي وكابتن فتحي مبروك، كابتن عبد العزيز عبد الشافي مدير الرياضي، كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين، و طبعا عشان شريف اكرامي موجود في كاس العالم راح لهذه الدوره وكان عمل ضربه البدايه، ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا. عندنا تقرير عن هذه الدوره نطلع نشوفه، وهو هتروح بعيد عشان النادي الاهلي حدث. من الحاجات الجميلة اللي حصل السنة دي دورة رمضانية اللي حصل فيها، يعني كان فيها نوع على فكرة من الحماس والفرق عمالة تتبارك كلها انها تكسب، وفي جو عائلي تحت عائلة الاهلي، فحاجة جميلة وان شاء الله تتكرر كل سنة. في مواهب رائعة، وكابتن فتحي مبروك حاضر وكان عمال يبص على بعض الاشبال الصغيرين، وفي نفس الوقت في الناس مش اوفر ايج، مش فوق السن يعني، لكن اللي عايزين يمارسوا رياضه بطريقه جميله كانوا متواجدين، لهم تواجد حلو برضو يعني. اليوم جميل وختام جميل، واحنا شفنا يمكن مباريات فيها اولاد صغيرين وفيها شباب وفيها اعمار كبيره، فاذا كانت بتدل فعلا ان عائله النادي الاهلي بتجمع كل العناصر، بتجمع كل الاعمار السنيه في يوم جميل زي كده، انتهى النهايه جميله جدا، وتوزيع الجوائز والناس مبسوطه جدا جدا بهذا اليوم، واتمنى ان شاء الله تكراره في المرحله القادمه ان شاء الله. عجبني واحد مش عايز طبعا اذكر اسمه، واقف على يميني وشايفني وانا بتكلم، يعني عجبني ستايله كده، فعلا ينفع النادي الاهلي في المرحله السنيه اللي هي 2001 ان شاء الله. من اول دقيقه كده حسيت ان هو عنده فكر استوبر يعني، فيوسف لعيب كويس وان شاء الله يبقى ان شاء الله معانا الفتره القادمه ان شاء الله. بشكر اعضاء النادي الاهلي لان اعضاء الاهلي ادوا رونق لهذا اليوم الجميل، وادوا رونق للنهايه الجميله اللي احنا بنتمتع بيها في هذا اللقاء وفي هذه الامسيه الجميله. انا دايما بشكر اعضاء النادي الاهلي ان هم دايما بيساهموا في المكان، بيساهموا في رفعه المكان، بيساهموا في النادي، في جمال النادي الاهلي ورونق النادي الاهلي، ونادي الاهلي نادي بطولات من خلال جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. الحمد لله كان تجمع الشبابي زي ما انتم شفتوا محترم جدا، 59 فريق، 520 لاعب،
تواجد الحمد لله اعضاء مجلس الاداره، تواجد لكابتن فتحي مبروك، اعضاء لجنه كوره موجودين، بعض العناصر انا شفتهم وهم بيتبادلوا معاهم، وطبعا ده مكسب كتير جدا بالنسبه لنا ان احنا نبتدي نبص على ابناء النادي وابناء الاعضاء. في خلال رمضان قدمنا فعاليات من خلال لجنه المراه ومن خلال لجنه الشباب والدوره، كان تجمع اجتماعي ممتاز جدا جدا جدا. زي ما انا قلت قبل كده برضه دي مجرد البدايه، وان شاء الله في الفتره اللي جايه هنطور برنامج عائله الاهلي وهيتسع مجال الانشطه الاجتماعيه لكل الاعضاء ان شاء الله. كنت بشارك في دوره من 12 ل 14 سنه ومنظمه اللجنه العليا، ولازم نشكر اللجنه العليا اللي هي نظمت لنا الدوره دي، عشان لولا الدوره لولا اللجنه دي ما كناش احنا دخلنا الدوره. كانت كويسه قوي، كانت في نفس الوقت صعبه وكويسه، واحنا الحمد لله خدنا مركز اول وكده. البطوله السنه دي بطوله منظمه جدا مش زي السنه اللي فاتت، وكابتن فتحي مبروك كلمني عن موضوع النادي الاهلي، ووالدي قبل بعد الماتش قال لي انت في حاجه كويسه هتجي لك، وبرده كابتن بتاعنا كابتن مومن قال لي نفس الموضوع، في حاجه كويسه هتجي لك بعد الماتش، وبقول له هارد لك فريقنا هيما وجود لك فريق دستور. الحمد لله احنا يعني كنا كويسين الحمد لله في الدوره من اول ماتش، واحنا بنحاول ان احنا نوصل الفاينل وناخد الفاينل الحمد لله، بس انا ما كانش تركيزي ان اخد احسن حارس مرمى، كان تركيزي ان انا اشيل الفرقه ان انا اوصل الفاينل ونكسب الدوره دي زي السنه اللي فاتت. انا اول سنه معاهم، بس الحمد لله يعني كله فضل ربنا، بعد كده بتعبنا. لعيبه من حارس اللي هي الماشيين الصغيرين اللي هو من 2004 ل 2006 فريق اسمها شامبيونز، وخدنا الثاني في البطوله. بطولة حلوة وجيدة، تنظيم أكتر من رائع، بطولة يعني ما فيش مواعيد مختلفة والحكام حلوين وما فيش أي حاجة مختلفة. شاركت في البطولة فرقتي المارد أخذنا البطولة الحمد لله. اسم الفريق أسطورة، وإحنا وصلنا للمركز، خدنا المركز الثالث الحمد لله، وأنا أخذت الهداف بتاع البطولة الحمد لله. وبطوله حلوه، اول سنه تبقى منظمه كده حلو، الحمد لله نشكر كابتن بيبو ان هو عمل كده الحمد لله، يعني هي احلى سنه اتعملت فيها. احنا فريق الاسطوره المركز الاول تحت 17 سنه، الحمد لله خدنا المركز الاول تحت 17 سنه. مرحله سنيه تحت 17 سنه، والحمد لله يعني احنا لعبنا كويس وكسبنا يعني كل الماتشات الحمد لله، بس اخر ماتش ده يعني اللي هو اللي ما كانش قوي، بس الحمد برضه كسبناه يعني. احنا فريق الاسطوره من فريق الناشئين، دخلنا اول بطوله كانت صعبه، بس كانت المنظمه كانت التنظيم بتاع البطوله كان احسن بكتير من السنه اللي فاتت بكتير، والحمد لله خدنا مركز اول الحمد لله. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، وقبل ما نخش في اخبار كاس العالم وحمى كاس العالم والكاب فيفر، نروح لزميلنا محمد سعيد من مقر النادي الاهلي بمدينه نصر. مساء الخير محمد، عايز اسالك الاول عن الاجواء داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، وايضا كواليس لجنه اجتماع لجنه الكره بالنادي الاهلي. مساء الخير يا محمد، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. يمكن النهارده اجواء كثيره وكواليس عديده واجتماعات عديده في هذا اليوم في فرع النادي لمدينه مصر. يمكن ابدا معاك الاول بالحفل عائله الاهلي اسره الخراتين، كانت وجهه الدعوه لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود ابو خطيب لحضور حفل الافطار النهارده، ويمكن ده شيء متابع خلال الايام الاخيره. يمكن العديد من اللجان والعديد من الالعاب والنشاط الرياضي وجهت الدعوه لمجلس الاداره لحضور حفل افطار في تقرر هذا الامر في الشيخ زايد، وتقرر ايضا في مقر الجزيره خلال الايام القليله الماضيه، واليوم واول امس كان ايضا في مدينه مصر من خلال اسره البلي المائي لجنه المراه ولجنه الشباب، لكن النهارده كانت دعوه خاصه من اسره الكراتيه والنشاط الرياضي. كان حاضر تأكيد الكابتن محمود الخطيب حضور عقد اجتماع لجنه الكوره، ايضا دكتور مهند مجدي كاحد ابطال العالم في لعبه الكراتيه واحد ابطال مصر والنادي الاهلي،
كان متواجد، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي كان متواجد، العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، اللواء حسن مبعود مدير فرع مدينه نصر، كل كان حريص على التواجد، وكان حفل عائلي كل المشاركين في يعني ابطال اللعبه وابطال الجمهوريه الموجودين في النادي الاهلي. كان حفل رائع وحفل جميل جدا، استفدت به الود وحفل عائله الاهلي، وكل العائلات كانت تتردد ومشاركه في هذا الاطار الجماعي. بعدها مباشره يمكن النهارده في احداث عديده في مدينه نصر، لكن الحدث الابرز في هذه اللحظات لو انا معاك يا محمد، فضيله الشيخ دكتور شوقي علام مفتي الديار المصريه متواجد بزياره واول ندوه لمفتي الجمهوريه في النادي الاهلي، وحدث استفتاء للعديد من الاعضاء في النادي الاهلي وعائله الاهلي تواجدوا. انا عايز اقول لك الندوه فيها امتحان كبير جدا وعدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي، اللي مجرد ما انتهت الكل ده وتناول الحديث ايضا من خلال دكتور شرع علام الحديث عن زكاه الفطر وليله القدر، وهناك العديد من الاستفسارات والاسئله من اعضاء النادي الاهلي. فرصه عظيمه بالتاكيد لكل الحاضرين، مفتي الجمهوريه دكتور شرع علام يحضر هذه الندوه ويتواجد مع اعضاء النادي الاهلي في هذه اللحظات داخل فرع النادي بمدينه نصر. لكن صباح هذا اليوم كان اجتماع من لجنه الكره برئاسه كابتن محمود الخطيب، وحضر ان الاجتماع لجنه الكره اليوم كابتن علاء عبد الصادق عضو اللجنه، الكابتن زيزو المدير الرياضي لقطاع كره القدم، كابتن حسام غالي منسق قطاع كره القدم وعضو اللجنه، كابتن محمد فضل مدير التعاقدات، وايضا انضم لهم في الاجتماع الكابتن عبد القادر مستشار التعاقدات، ثم في الجزء الاخير تواجد الكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين. الاجتماع انتهى دون اعلان اي قرارات رسميه، لكن اجتماعات لجنه الكره خلال هذه الايام اجتماعات مستمره واجتماعات يوميه، اليوم كان في مدينه نصر، غدا هناك اجتماع اخر، كل هذه الاجتماعات تتعلق بالعديد من الملفات، ليس المدير الفني القادم للنادي الاهلي فقط، لا هناك ايضا ملفات عديده تتعلق باختيار الجهاز الفني اللي هيعاون الكابتن عادل عبد الرحمن في فريق الشباب، تشكيل قطاع الناشئين خلال الفتره القادمه، تشكيل الاكاديميات، ملف القائمه خاصه بالفريق الاول، كل الامور التي تتعلق بالقضاء خلال الفتره القادمه مع اختيار المدير الفني على طاوله واجتماعات لجنه الكوره في الساعات القادمه، اجتماعات مستمره يا محمد، لكن اجتماع النهارده كان مدته اكثر من حوالي 4 ساعات، الاجتماع بدا حوالي الساعه 2:30 انتهى قبل اذان المغرب بحوالي ربع ساعه، اجتماع كان طويل لكن اكيد في تفاصيل كثيره نعرفها خلال الساعات القادمه بعد الاجتماعات القادمه، ايضا هناك خلال الايام القادمه في الجزيره باذن الله ايضا هناك في اجتماع اخر للجنه واجتماعات مستمره لحسم هذه الملفات قبل العيد ان شاء الله. زميلي محمد زميلنا محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي من مقر النادي الاهلي بمدينه نصر، بشكرك شكرا جزيلا، وضح لنا كل حاجه في تفاصيل اجتماع لجنه الكوره وما يحدث داخل النادي الاهلي. بصراحه ايضا ندوه سياده المفتي مفتي الديار المصريه موجود في النادي الاهلي، دي حاجه من الحاجات العظيمه جدا وخدمه مميزه للغايه للاعضاء. نروح لاخبار منتخبنا وكاس العالم وروسيا 2018، والمنتخب المصري بيبتدي تدريباته تحت الامطار في مدينه جروزن. الصراحه اختيار هذه المدينه من حسن حظ منتخب مصر ان يكون متواجد فيها، الاحتواء اللي البعثه المصريه حست به منذ وصول البعثه والطائره الى المطار، والاستقبال الرائع اللي حظى به محمد صلاح نجمنا الكبير وايضا كل اعضاء البعثه في المنتخب، ده بيفرق كتير من الناحيه المعنويه، لان لو كان في حته تانية غير الشيشان ما كانش هيبقى هذا الاحتفال وهذا الاحتواء. مع كل المدن الاخرى اي منتخب يعني بالنسبه لو كان في موسكو كان زيه زي اي منتخب تاني، ولكن الشيشان عشان في طبعا غالبيه عظمى من المسلمين واحنا في شهر رمضان المبارك، فبيبقى في الى حد ما تقارب ما بين البعثة وما بين الناس هناك، وشفنا حتى رئيس الشيشان بنفسه موجود مع بعثة المنتخب ويستقبل محمد صلاح وبيعمل معه حوار وبيعين له كذا وبيبقى معه جايد، وكل هذه الأمور بتفرق مع منتخب مصر إنه رايح لبطولة مهمة جدا زي بطولة كاس العالم ويبتدي الاستعدادات. خلاص يوم الجمعة أول لقاء أمام أورجواي، وموضوع منتخب مصر وفكر مستر هيكتور كوبر إزاي هنلعب الأورجواي هو خلاص هو ده اللي اجنده اللي موجوده، وابتدى طبعا في الماتشات الوديه يحط ايده على العناصر اللي هيبتدي يتعامل عليها، ازاي هيبتدي يلعب، هل
محمد صلاح هيكون جاهز، هل مش هيكون جاهز، كل هذه الامور هتبقى في يعني مش بس مخيلته، في دراساته، لان انت لازم تعمل بلان اي وبلان بي. انا معايا محمد صلاح هلعب بالفول تيم بالبول فار بتاعي، هيبقى نسبتي قد ايه، ولا بدون محمد صلاح هيبقى الامر ماشي ازاي. مدير المنتخب المهندس ايهاب الهيطه بيتحدث ان جاهزيه محمد صلاح بنسبه 100%، الان لا، ولكن قد تكون يوم المباراه. دي حاجه من الحاجات اللي لازم برضو الناس تحطها في الاذهان. محمد صلاح لن يشارك الا لما يتعمل له اختبار، يتعمل له تيست ويشوف الاصابه اللي موجوده في الكتف مدى تاثيرها عليه، هل هيقدر يبقى فيه التحامات، هل يقدر يعمل فول باور في السبرنت، هل هيقدر يلعب بشكل فيه راحه بالنسبه له. دي من الحاجات المهمه جدا اللي هتجرى بالنسبه لمنتخب مصر. طبعا المشهد اللي حضراتكم شفتوه، التمرينه الاخيره ووجود الجماهير ووجود الدعم، وكنت بتكلم حضراتكم ان وجود المنتخب في الشيشان ايضا حس بيه حفاوه كبيره جدا، فدي من الحاجات اللي مهمه اللي بتفرق كتير جدا وهتفرق كتير جدا مع منتخبنا. واعتقد ان مستر كوبر بنظامه هو منظم صراحه للغايه، فنظامه هيبتدي يبان في اول مباريات. احنا بنبقى بطريقه وفلسفه مستر كوبر بنلعب كويس قوي قدام المنتخبات الكبيره، المنتخبات اللي بتلعب كره هجوميه، ومع طريقه مستر كوبر اللي فيها تحفظ دفاعي وبيلعب كويك كاونتر على المرتد السريع بيبان فيها منتخبنا. وحتى في الماتشات الوديه يمكن افضل مباراه من المباريات كانت ماتش البرتغال اللي محمد صلاح كان احرز هدف وكريستيانو رونالدو كان احرز هدفين في الوقت الاضافي، يعني في الوقت الضايع ابتدى كريستيانو يحرز اهداف. كان منتخب مصر ظهر بشكل قوي للغايه، منتخب البرتغال بطل اوروبا وفي نجوم كبار للغايه، وهو ده اللي بيعول عليه منتخب مصر في لقاء اورجواي. هلاعب في كافاني وفي سواريز وفي دييجو جودن وفي لعيبه كبار، وطريقه المنتخب الاورجواياني هيلعبوا بشكل مميز وبيلعبوا بطريقه مفتوحه وبيلعبوا باسلوب هجومي، ومعاهم مدير فني قوي زي تباريز، راجل يمكن اكبر مدير فني في البطوله واكتر واحد قعد، وادي لعيبه المنتخب واحد واحد بيروحوا بينالوا تحيه الجماهير. عوده النني من الحاجات الاضافات القويه جدا. واحنا برضو لازم نبص للمنتخب، محمد صلاح افضل لاعب في افريقيا وافضل لاعب في الدوري الانجليزي، ولعيب يعني ما بيتمسكش بسم الله ما شاء الله، وحتى فرق مع ليفربول في الفاينل بتاع تشامبيونز ليج، ولكن المنتخب فيه عناصر اخرى. انت عندك محمد النني وعندك تريزيجيه وعندك رمضان اعتقد ان كمان كاس العالم ده بالنسبه له فرصه كبيره جدا، وكمان نقلته لهيدرسفيلد تاون في انجلترا وبقائه في الدوري الانجليزي هتديله دفعه معنويه كبيره جدا. دي من الحاجات اللي مهمه. عندك حجازي، عندك سعد، عندك احمد فتحي، عندك عبد الشافي، نجوم كبار جدا في منتخب مصر. مروان اتمنى له التوفيق في الناحيه الهجوميه، على الرغم انه ما بيجيلوش حاجات كتير، ولكن بيحاول الراجل في ظل تفكيره وفلسفه كوبر. زيدان واحد من اللعيبه الكبار لما كان موجود ايضا وحواره مع محمد صلاح، الحوار ده اكيد كله هيبقى على راموس، يعني محمد زيدان من برضه لعب فتره كده في هامبورغ وكانوا بيلعبوا ريال مدريد، وراموس برضه استلموا ضرب ما بيسيبوش لان هو ده ستايل لعبه. وشفنا طبعا الحوارات اللي ما بين صلاح وراموس حتى الان في وسائل الاعلام. طبعا انا بدي لحضراتكم كده بعض الحاجات عشان تحسوا بحاله المنتخب، ما يبقاش فيه حاله قلق، لأن صراحة من الحاجات الإيجابية للغاية اللي شايفها في تصريحات صلاح وشايفها في تصريحات اللعيبة إن مفيش خوف، وده أهم شيء. أنت لما بتكون خايف من حاجة عمرك ما هتحققها، وأعتقد اللي حدث في مونديال 90 والتعادل مع منتخب هولندا، ومنتخب هولندا ساعتها أقوى من منتخب البرازيل وأقوى من منتخب ألمانيا، كاس أمم 88 ماركو فان باستن وفرانك رايكرد ورود خولات وفان بروكلين اللي كابتن مجدي عبد الغني جاب فيه جون، ولحد دلوقتي الراجل مش عارف ينام بسبب هذا الامر، وحاجات كبيره جدا. كل دول الكمبيوتر قال مصر هتخسر 10-0 من منتخب هولندا، وفي الماتش مصر كانت احسن من منتخب هولندا بكل هذه النجوم وكأداء. وحتى قبل البنالتي اللي حصل عليه حسام حسن كان نفسنا حد تاني يشوط البنالتي، ولكن راحت لكابتن مجدي عبد الغني. كنا كلنا شايفين ان منتخب مصر بدون الاسماء والفوارق الكبيره جدا منتخب مصر كان احسن. منتخب مصر امام اورجواي ما فيش الفارق الكبير اللي كان موجود ما بين مصر 90 وهولندا ومصر 2018 ومنتخب الاورجواي.
عندهم سواريز وعندهم كافاني وانت عندك صلاح وعندك تريزيجيه وعندك النني وعندك لعيبه ايضا الى لحد كبير في ممكن تفاوت في بعض المراكز، ولكن في المجمل انت مش بعيد، وجودك في المونديال وعندك افضل لاعب في افريقيا برضو انت مش بعيد، عندك افضل لاعب في الدوري الانجليزي انت مش بعيد. فالخوف من هذا الامر بيصعب الامور كتير جدا، ولكن تصريحات اللعيبه وتصريحات صلاح كانت فيها ثقه كبيره جدا، وكان فيها ان احنا رايحين نستمتع، ودي حاجه من الحاجات المهمه. احنا معانا زميلنا وطبعا في قناه النادي الاهلي والصحفي الكبير استاذ ايهاب الخطيب من روسيا. مساء الخير وكل سنه وانت طيب. كان بقول لك يا استاذ محمد بالخير عليك وكل سنه وانت وكل مشاهدينك بخير. عايزين نعرف بقى استاذ ايهاب اخبار المنتخب، كواليس المنتخب، الحاله ايه، هي حاله محمد صلاح والتصريحات، يعني الناس كلها متشوقه انها تعرف ما هي الاجواء داخل بعثه منتخب مصر في روسيا. المنتخب المصري، الجهاز الفني، اتحاد الكوره، الدنيا ماشيه على قدم وساق، ولكن تبقى يكون المنتخب المصري معطله. يعني اقدر اقول لك واحسب لك من دلوقتي نعم صعب جدا محمد صلاح يلحق بالمباراه الاولى. نعم وده بالتالي اللي هيبقى يعني هو ده التساؤل الاكبر اللي في الشارع المصري، رغم تمنياتنا كلنا ان محمد صلاح فينا شارك في المباراه الاولى، لكن انا بقول لك صعب جدا ان محمد صلاح يشارك في المباراه الاولى امام اوروجواي يوم الجمعه، لانه حتى الان يا دوبك النهارده اول تدريب يعني ابتدى يجي شويه لسه ما لمسش الكوره، الامور هتبقى صعبه. يكون موجود طبعا، محمد صلاح مهم جدا لانك ممكن يعني تكاد الكوتاس وتنميه بدري في مباراه اوروجواي، لكن لا قدر الله تخسره في المباريات اللي بعد كده ان شاء الله تكون التوفيق للمنتخب المصري. بس اعتقد يا استاذ ايهاب يعني سلامه صلاح، اعتقد ان كوبر يعني وخبرته الكبيره في اوروبا مش من النوع اللي هيجازف محمد صلاح في هذا اللقاء، يعني لو هو مش جاهز مش هيلعب. هو القرار مش قرار كوبر، لان هو قرار طبي ده حقيقي، بس اكيد بيشوفه يعني لو مش جاهز بنسبه 100% مش هيديله الماتش يعني. بالظبط بالظبط، فهو حتى الان مش جاهز، والدليل انه ما نزلش ولا تدريب جماعيه كوره، فصعب جدا انت النهارده التوقيت اللي فاضل ما يلحقش يجي محمد صلاح، على الرغم ان محمد صلاح بيسابق الزمن، على الرغم ان محمد صلاح بيعمل اكثر من المتوقع، على الرغم ان محمد صلاح بيتمرن بعد ما المنتخب بيخلص بيكمل، بيفضل بيكمل مع الطبيب الليفربول الخاص، وكمان طبعا تحت اشراف الكابتن حسام الدكتور حسام الابراشي. في جهد كبير جدا بيعمله صلاح، ولكن الوقت الكافي قليل جدا. نعم ده حقيقي، لكن هو حالته النفسيه هو عايز يلحق، يعني هو حالته النفسيه الانطباع اللي واصلك ان هو حابب انه يلحق بيحاول، ولكن في الاول وفي الاخير بقى دي يعني هو صعب، وموضوع بقى بايد ربنا دلوقتي شفائه يعني. طبعا دي حاجه، وحاجه ثانيه محمد صلاح بيتعرض لضغوط غير عاديه، محمد صلاح يعني في طلب غير عادي والحاجه غير عاديه من كل الجماهير بالطاقه الشخصيه والتواجد في الفندق والتواجد في الناس والتقاط الصور الشخصيه والسيلفي والازدحام والضغط على صلاح، ده على قد ما هي حاجه طبعا كويسه جدا وحاجه كلنا بنشعر بها بالفرح، على قد ما ده بيعمل ضغط كبير على صلاح، ويعني بيبقى مضغوط بشكل كبير والناس كلها بتروح بقى تمسك وتتصور، وازدحام غير عالي لدرجه ان طبعا في شرطه مكلفه جالت اعدادها مخصوص مع المنتخب المصري لتامين محمد صلاح والمنتخب. في حفاوه كبيره جدا من الاستقبال في الشيشان، حسينا بيها احنا هنا في مصر استاذ ايهاب. لا ده الحفاوه وصلت من اول رئيس الجمهوريه في الشيشان لغايه يعني الجماهير والمحبين لدرجه تفوق الوصف، يعني درجه تفوق الوصف في التعبير، وفي الهتاف قدام الفندق، وفي الهتاف في الملعب، وفي الصور وفي اللافتات، كمان مش محمد صلاح بس اللي لاعب المنتخب، ولكن محمد صلاح طبعا هو صاحب الحظ الاكبر في التشجيع. طيب انطباعاتك عن كلام وتصريحات مستر كوبر
ما هو البرنامج حتى مباراة أوروجواي اللقاء الافتتاحي؟ برضو حابين ان احنا نعرف كيف سيتدرب المنتخب وانطباعاتك الشخصية، وانت دلوقتي قريب من بعثة المنتخب بتشوف مستر كوبر، اكيد حاسس من كلامه الى اين ستكون الامور. يعني كوبر عنده طموح كبير جدا مع المنتخب المصري، عايز اقول حالة من التفاؤل غير عادية. انا ساعات بستغرب من النتائج السلبيه في الوديات وبين الحاله اللي واصله للعيبه والجهاز الفني والثقه ان المنتخب هيقدر يعمل حاجه، وان المنتخب هيتعامل في المجموعه بشكل كويس جدا. وكوبر عنده حاله من التفاؤل، يعني كان امبارح قاعد في المحاضره مع اللعيبه بيقول لهم احنا مش جايين نلعب ثلاث ماتشات ونرجع. نعم. احنا مش جايين يعني نأدي الدور الاولاني ونرجع، لا انتوا امكانياتكم اكبر من كده وقدراتكم اكبر من كده، ويمكن حتى الحضري دعا كده وقال له طبعا يا مستر كوبر، قال له مش انت الحضري اللي هتكمل لوحدك، التيم كله هيكمل يعني، واللعيبه كلهم قعدوا يضحكوا، وكان في جو من البهجه يعني بين اللاعبين. وخليني اقول لك ان في دور بقى مهم جدا ومميز لاثنين، للكابتن اسامه نبيه وللكابتن محمود فايز، وهم بيقعدوا مع عدد كبير جدا من اللعيبه وخاصه بعض العناصر والمركز. طارق حامد كان اسامه نبيه دايما بيقعد معاه على طول، بيطالبوا الصيد بهدوء، عايز حماس بس مش عايز نوع. مش عايز طرد، هو عايز حماس بس مش عايز طرد. استاذ ايهاب، هو عايز حماس بس مش عايز طرد ولا انذارات. الو استاذ ايهاب. كابتن محمد. ايوه انا سامعك كده، اتفضل يا فندم. الامور ماشيه، الامور ماشيه بشكل مميز جدا. المعسكر مش غالي، وعايز اقول المهندس ايهاب اللي هي قايم بدور كبير جدا 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 مع المنتخب ومع اللعيبه في التنظيم وفي التنقل. خليني اقول لك ان يعني مقر اقامه الفريق بينه وبيلعب مش محتاج سكه. ويعني في حاله من السعاده والنشوة عند لعيبه المنتخب المصري للحفاوه الزياده اللي بتشوفوها في جوه. طيب بالنسبه للبرنامج، من ابتداء من غدا هيكون التمرين في نفس الميعاد فتره واحده، يعني ما هو البرنامج حتى لقاء الجمهور؟ تمرين فتره واحده، ويتحركوا من يوم الاربع من جروز. هتبقى في تدريبين، يعني هو النهارده كان في تدريب واحد بس، من بكره هيبقى في تدريبين، وهيتحركوا يوم الاربع هيروحوا على كاترينبرج، دي اللي هتشهد المباراه الاولى، وبعدين هيروحوا بعد كده المفروض يرجعوا على جروزني. بقى هنا ما حددوش اذا كانوا هيرجعوا على جروزني ثاني ولا هيجوا على سان بطرسبرج. الجهاز الفني عايز يجي على سان بطرسبرج مره واحده، لان حواليك هنا احنا قاعدين في قاره. طب روسيا المساحه 17000 كيلو متر، ده حقيقي فعلا. طيران داخلي مثلا بياخد الاربع ساعات بين المدينه وبين المدينه، فالترتيبات طبعا صعبه، عدد كبير طبعا من الجاليات والمنتخبات وكل المدن، كل الملاعب اللي فيها محجوزه وكل حاجه فيها معمول حسابها. لكن انا عايز اقول لك بشكل شخصي، الروح اللي موجوده عند لعيبه المنتخب المصري عالية جدا. يمكن كوبر بيفاضل بين ورده ورمضان صبحي، اللي هما حد يكون يعني يكون وقع عليه الاختيار بديلا من صلاح في حاله عدم مشاركته في المباراه الاولى. انا بقول لحضرتك ان هو صعب جدا شارك في المباراه الاولى. كذلك حراس المرمى لم تحسن بين الشناوي وبين عصام الحجري، بقيت بقى المراكز اذا كان فتحي يمين وعفشافي شمال وقلبين الدفاع حجازي وجبر، وقدامهم حجازي وجبر ولا حجازي وسعد؟ طارق حامد وسعيد وتريزيجيه. زميلنا استاذ ايهاب الخطيب، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. نقل لنا كل حاجه عن بعثه المنتخب الصراحه في كاس العالم في الشيشان، كل الامور الخاصه بمحمد صلاح، ببعثه المنتخب، بطريقه التمرين، بكل الامور الناحيه النفسيه. حاجة صراحة جميلة جدا، بنشكره مرة تانية شكرا جزيلا. وانا اعتقد ان اللي هيكون بديلا في حالة يعني الله قدر كده ان محمد صلاح ما لحقش، هيبقى رمضان صبحي
وتريزيجيه عبد الله السعيد مروان قدام، واعتقد ممكن يكون سعد سمير ومحمد الشناوي في حراس المرمى. ده وجهه نظري الشخصيه. خلينا زمايلنا كانوا بيقولوا لي في صور لكاس العالم، نروح نشوف الصور. ده بعثه منتخب مصر في اول كاس عالم 1934 تشارك فيه مصر، كان في ايطاليا، وكانت مصر ساعتها لسه مملكه. فدي كان طبعا اول لعيب مصري احرز هدف في كاس العالم هو عبد الرحمن فوزي، فده برضو لازم نديله حقه، لان الراجل دوت يعني للاسف احنا كلنا بندور على الهدف، الاهداف، هو احرز هدفين فبندور على هذه الاهداف ومش لاقينا، لكن ان شاء الله هنوصل لها، ان شاء الله حد يجيب الجوان في العالم دوت عشان نبقى من يعني نفرح بهذا الامر وعيلته كمان تفرح بيه. ونفس الشيء كان في مختار التتش ونجوم كبار جدا في هذه البعثه الجميله اللي كانت تفوقت على منتخب فلسطين قبل ما كان في بعض من اليهود اللي مهاجرين هناك عشان تتأهل لبطولة كأس العالم. وكان في تقرير الصراحة قريته قال إن حتى الناس ما كانتش مهتمة ببطولة كأس العالم بهذا الأمر، وكان السفر بالمركب زي ما حضراتكم شايفين، دي البعثة وهي رايحة بالمركب إلى إيطاليا، دي بعثة مصر في كأس العالم 34. الصورة الثانية بقى كأس عالم 90 والمنتخب الجميل والبعثة الجميلة اللي راحت شرفتنا هناك، ولو حركوا تشوفوا الرئيس السابق محمد حسني مبارك وكل اللعيبة بقى النجوم الكبار اللي انتوا شايفينهم دلوقتي، طبعا الله يرحمه كابتن محمود الجوهري، واللعيبة النجوم الكبار بقى وهم صغيرين، يعني بص كده تلاقي كابتن شوبير وهو صغير، حسام ابراهيم وهم صغيرين، طبعا كل دول كباتن مع حفظ الالقاب، كل البعثه الجميله، كابتن احمد الكاس، كابتن مجدي عبد الغني، هاني رمزي اهو في بدايه الصوره، كل البعثه الجميله، كابتن عادل عبد الرحمن، احمد الكاس، كابتن ربيع ياسين، كل البعثه عشان ما ننساش حد. الصوره ما شاء الله ممتلئه على الاخر، دي البعثه اللي شرفتنا في كاس العالم 90. واحنا في 90 تعادلنا مع هولندا، هزمنا او تعادلنا مع ايرلندا وهزمنا من انجلترا بهدف مقابل لا شيء، وتعادلنا مع هولندا 1-1. دي بقى صوره بعثتنا الجميله، وصراحه كان في كلام كتير جدا على البدل، والبدل دي على فكره يعني براند وستايل جديد في الموضه بره. وموضوع بقى الكوتشيات على البدله، يا ريت حضرتك تتفرج على ريال مدريد وهم رايحين يلعبوا فاينل تشامبيونز، وتشوف كده كريستيانو ومارسيلو ومودريتش وتوني كروس، الناس دي كانت لابسه على البدل ايه ساعتها قبل ما تبتدي تنتقد المنتخب وتبتدي تقول بقى الكلام. يبقى شوف الدنيا ماشيه ازاي بره قبل ما تنتقد، لان ده حاجه ستايل جديد ابتدى يظهر في فرق كره القدم والمنتخبات، وبالنسبه لهم الامر عادي، يعني الناس خدت الموضوع بزياده وحفاوه شويه وازاي ومش ازاي و الى ذلك. ولكن كلام في كره القدم وفي ريال مدريد نفسهم، اعتقد ان ريال مدريد واسبانيا يعني حاجه على اعلى مستوى. ف هذه الصورة إن شاء الله ربنا يوفقهم ويحققوا أمال الجماهير المصرية، واللعيبة عندها ثقة، اللعيبة عندها هدوء، فمفيش يعني ضغوط كبيرة جدا عليهم في كأس العالم إلا إن هم يفرحوا الشعب المصري بإذن الله، وتكون بإذن الله موفقين في الثلاث مباريات، سواء أمام أورجواي، سواء أمام روسيا، أو أمام المملكة العربية السعودية. ده كان آخر خبر معانا النهاردة، آخر حاجة، دمتم في أمان الله وحفظه. إن شاء الله غدا نشرتنا مستمرة حتى آخر رمضان عشان نجيب لكم كل أخبار النادي الأهلي. كل سنة وحضراتكم طيبين، ودايما وأبدا كده إن شاء الله كده في الأيام المفترجة نقول اللهم أنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا بإذن الله. يا ربنا يتقبل صيامنا وصيامكم وقيامكم بإذن الله. أشوفكم على خير، تصبحوا على خير.